النهاردة هو عن التلوين، تحديدا تلوين الفيديوهات والأفلام السينمائية على برنامج منتشر في المورا 12. بتاع ده في يحكي حاجة على وشي، مش عارف، حاجة غريبة كده والله، جاية من على أمازون، لقيته سعره كويس على أمازون فقمت اشتريته، ولكن وصل مش زي أنا عايزه قوي، فما علينا. أصلا شكله يقرف وريحته وحشة ولكن ما علينا. فيديو النهارده هو تلوين الفيديوهات او الافلام الرعب السينمائي، بما ان الهالوين جاي علينا والدنيا دي، فحبيت انا اعمل لكم فيديو جامد كده اهوت عن التلوين وازاي تقدر تخلي الفيديو بتاعك بدل ما هو فيديو يوتيوب اوفر ساتوريتد بقى ومشبع والدنيا دي، ازاي تخليه هادي كده ورعب، وحسب الوقت والمكان والزاويه والكاميرا اللي انت بتصور بيها، اذا كانت كاميرا احترافيه او كاميرا الموبايل بتاعك، ازاي تقدر تلون الفيديو ده وتطلع لوك حلو ويبقى فعلا تقول ان دوت حاجه متصور بكاميرا غاليه او بكواتي عاليه والكلام ده. خاصه انا كنت مصور اصلا بالليل وبايزو من اول 800 لغايه 12800، فاللي هو فرق رهيب جدا، ومع ذلك ما اعتقدش ان في كتير منكم لاحظ ده في اول الفيديو. فبدون تاخير خلينا نبدا، وتاكد وركز كويس جدا في التركات الصغيره اللي انا بشرحها في الفيديو، لانها هتفيدك جدا في مونتاج وفي تلوين الفيديو، لان الحاجات الصغيره قوي دي هي اللي بتفرق، مش الحاجات الكبيره اللي هو من مره واحده تاكد زرار عمل تغيير كبير، لا الحاجات الصغيره دي. فهو ده الفكره في الموضوع، هو كان كوميدي شويه على رعب حاجه زي كده. فدون تاخير خلينا نروح على الكمبيوتر ونبدا مونتاج. وهو رجعنا على الكمبيوتر، وهو ده شكل التايم لاين زي ما انت شايف، في كميه ساوند افكت مش طبيعيه، ولكن مش دوت هو اللي احنا جايين عشانه. اللي احنا جايين عشانه هو الكولر جريدنج. فده شكل الفيديو قبل الكولر جريد زي ما انت شايف كده، قبل بعد قبل بعد، وهنا شكل الكولر جريد برضو قبل بعد قبل بعد، في توحيد للتونات كتير جدا تقدر انت تشوفه. يعني ده شكل كده طالع من الكاميرا على طول، وده الشكل بعد ما انا عملت التلوين والكولر جريدنج، وفي طبعا يعني اختلاف كبير، تحس ان هو تون سينمائي فعلا وشكله حلو، يعني الشكل جامد جدا ولايق. وعندك بس اوريك كل المشاهد عامله ازاي، يعني هنا اكتر مشهد يبان فيه قد ايه التلوين، يعني فارق كتير قوي في المشهد والمود والشكل، ما عدا الغلطه اللي هنا مفيش اتصال، بس انا كنت فاكر ان هي تبقى اوفر اكسبوزد على ايزو 3200، فكنت فاكر ان هي تبقى منوره جدا. الصراحه الوقت ده كله متصور والشمس اصلا كانت راحت، لكن الايزو العالي كان مبين ان فيه لسه اضاءه، بس هنا يبين لك جدا قد ايه اصلا ما كانش فيه اضاءه، الدنيا كانت ليل اساسا. ودي هي يعني دي ودي هما الاتنين هيرو شوت اللي انا اخترتهم عشان يبقوا المشهدين الرئيسيين اللي انا اعمل عليهم تلوين ويبقى لايق على الباقي كله. فعشان نعمل تلوين لازم تختار حاجه اسمها الهيرو شوت، اللي هو احسن مشهد او احسن زاويه صوره او احسن زاويه انت تفرز فيها عضلاتك كده وتعمل فيها احسن تلوين تقدر تعمله. فاللي انا عملته هنا حاجه بسيطه جدا، وهنمشيها خطوه خطوه دلوقتي. خلينا نبعد بس اللير دي ونحطها هنا عشان نحط adjustment layer جديدة. لازم تعمل كل حاجة على adjustment layer عشان تطبق كله على كل حاجة يعني. وهنشتغل على adjustment layer دي. أول حاجة خالص أنا عملتها هو إن أنا فتحت خانة الإفكتس وجيت على السي لوج، أنا كده كده محملها فهكتب بس لوج. هتسألني طب إزاي وده مش فلات؟ أيوه أنا عارف إنه مش فلات، ولكن الحركه اللي انا عملتها هو انا استخدمت بتاع اللوك السي-لوك 3. السي-لوك 3 بيحط تون لطيف كده لونه محمر وغريب شويه في السكين تون. فبعد ما انا حطيت السي-لوك 3 وهو غير لي الوان الصوره كلها، مع انها يعتبر ما بقتش مظبوطه قوي، هي دي بالنسبه لي الطريقه السهله ان يعني انا اعمل بيها اسرع شويه. ممكن تعمل ده كله في الاعدادات عادي، بس انا فضلت ان انا اعمل الحركه دي. هتيجي عند الاوباستي تخليها على 20، اداني تون يعني شكله مش وحش، اللي هو سكين تون ريتش كولر كده، لونها اكني مزود اللون الازرق في البكسل ذات نفسه. انت بتزود اللون الازرق في البكسل عن طريق الكاميرا كاليبريشن في الفوتوشوب او اللايت روم، بيديك حاجه شبيهه لكده. فبعد كده جيت عند كلمه كولر، وهنا بقى بدات ان انا اصلح الوايت بالانس. اول حاجه وانا جيت انا عملت سالب 20 عشان اصلح الوايت بالانس، وكمان اديله التون واللوك ان هو متصور في مكان بارد بقى ورعب. وجيت هنا وعملته على سالب 30 ولا سالب 10، ممكن سالب 10، وفي ثانيتين بس اللوك اتحول من كده لكده اللي هو اصلا بقى شبه لوك سينمائي. بعد كده زودت الفايبرنس على 30 وقللت التشبع -10، بس لسه في الوان كتيره وكونتراست عالي هنا، فنشيل الكونتراست بان احنا نقلل كونتراست. بسيطه جدا، مش لازم دايما تزود الكونتراست. انا عملته -15 عشان يديني اللوك فيدت كده شويه في الهايلايت والشادو، ما يبقاش لاسع بالشكل ده وغامق جدا كده. فسيبه على كده. بعد كده قللت الهايلايت -20 وعليت الشادو على 15، وده عشان افتحه شويه. بعد كده هغمق البلاك على -10، وتعالى برضو نفتح الوايت على 10 عشان يديني البوب دوت اللي هو اكن في اللي هو ما يبقاش باين ان في هايلايت كتير بس الصوره منوره ومتوازنه. بعد كده ما عملتش اي حاجه ثانيه في هنا، لا شاربنس زياده ولا اي حاجه. جيت بعد كده عند الاتش سال، وهنا عملت شغل كتير. اول حاجه السكين تون فيها لون محمر كده ومش لطيف، ده بيجي من الساتوريشن بتاع اللون البرتقاني، ولكن انا بقلله مفيش اي حاجه بتحصل. فاللي انا عملته ان انا جيت عند اللون الاحمر وجربت، لقيت ان اللون الاحمر كتير جدا في السكين تون. انا عملته ان قللت شويه، لقيت اللون ظبط. جيت بعد كده طبعا انا مش عايز العب شويه في اللون البرتقاني، ما بيعملش اي حاجه عشان احنا بالليل يعتبر، في الايزو والنويز مبوظ الدنيا. اللون الاصفر ما فيش قوي اصفرات، ولكن في اللون الاخضر اللي على الارض ده في جزء صغير كده، فاللي انا هعمله على الناحيه دي كده شويه اقلل التشبع وافتح. بالنسبه للون الاخضر نفس الشيء، هجيبه على اللون الاصفر شويه اقلل التشبع كده وافتح، ولا اغمق شويه. اللون التركوازي جاي برضو شويه في العشب والمكان نفسه، بس ممكن نلعب فيه اكتر شويه ونقلل ده برضو، ونخلي ده ناحيه الازرق، والاخضر برضو نخليه الناحيه دي كده شويه ونقلله اكتر شويه ونقلل ده اكتر شويه كده. بقى ده بالشكل ده. ندخل اخر خطوه بقى على الكيرف، ودوت اللي هيظبط لنا شويه في الاضاءه والالوان والكلام ده كله. هنعمل 3 نقاط، هتعمل نقطه، بعد كده تاك كنترول حرف الزد عشان تبقى في النص بالظبط، نقطه كمان ثالثه، وتعمل بالشكل ده كده اهو. اول حاجه نعملها ان انا هعمل ليفت للشادو يعني حاجه بسيطه جدا بالشكل ده، واقلل حاجه بسيطه جدا هايلايت. هرفع الوايت سنه صغيره، وارفع الميد تون شويه عشان يدي الكونتراست الجامد اللي في البشره ده، وممكن اغمق شويه الشادو بالشكل ده، هو حاجه بسيطه جدا. ممكن كمان سنه صغيره نظبط ده برده كده عشان ما يبقاش اوفر، ونقلل ده برده اللي هو بص حاجه بسيطه اللي هو مفيش ابسط من كده. عايزين نرفع برده ده كده شويه ونقلل ده كده شويه. نيجي بقى عند اللون الاحمر، واللون الاحمر طبعا زي ما احنا شايفين في الهايلايت في لون احمر كتير، فاللي احنا هنعمله ان احنا هنكاونتر ده وهنعكس ده بان احنا نسحب احمر من الهايلايت بنسبه صغيره جدا، فهيبقى عامل معانا بالشكل دوت، وهنظبطه كده. ممكن نرفعه برضو في الشادوهات، بس انا بفضل ان احنا نسيبه زي ما هو على الصفر زي ما هو. بالنسبه للاخضر فاحنا هنرفعه لفوق، او نظبط يعني الهايلايت ده كده سنه صغيره جدا، والازرق هنقلله لتحت سنه صغيره جدا، يعني عايزه حرفيا نمله. فكده الكيرف بس عامل لنا التون كامل اصلا يعتبر في الكيرف. نصلح بس شويه غلطات كده في كولر ويل لو انت عايز. ففي الكولر ويل مثلا عندنا هنا الهايلايت، ممكن نعملها على ناحيه الاصفر سنه صغيره، يعني التحكم فيها صعب شويه ولكن سنه صغيره جدا بالشكل ده. وفي الشادو هنديه حته تيل كده صغير جدا، يعتبر كده بقى شويه، بس لسه ممكن نغمق شويه برضو البلاك بتاعه اللون بتاعه، فيبقى كده بقى لوك سينمائي جامد جدا يعني الصراحه، بس مش قوي كده، عايز اخليه اصفر اصلا. تمام، فكده الكولر ويل صلحنا فيها حاجات كتير اهو، واللوك كامل بقى معانا من كده لكده. وبس كده هو ده كان فيديو النهارده، اتمنى يكون عجبك. ما تنساش انك تعمل لايك على الفيديو، تشترك في القناه مش مشترك، تعمل شير لكل اصحابك، واشوفك الفيديو الجاي. سلام.